مشاهدينا مستمعينا الكرام في كل مكان تتواصل الانطلاقات والتحديات من هنا من على أرضية ميدان البصير، شوط ويتلوه الآخر وينطلق بحفظ الله ورعايته الشوط الثامن في المجموع. هذا هو الشوط الرابع المخصص لسن الحقائق القعدان، ومن مسافة الأربعة كيلومترات الصدارة مباشرة المقدمة والبداية مع اندفاع الفايز لحمد بن جار الله البريدي، يتقدم مع الفايز على صدارة هذا الشوط نقلتنا إلى المركز الثاني. نشوف ونتابع اللي على ثاني المراكز من هناك من الجانب الأيمن، التحدي الذي يأتي مع تقدم حطاب لناصر بن عبد الله بن عيسى الكعبي، أو ناصر بن عبد الله الكواري يتقدم مع حطاب على صعيد المركز الثاني. المركز الثالث يصل على ثالث المراكز الحذر للسيد حمد بن ناصر بن هدوان، يتقدم مع الحذر على المركز الثالث وأيضا في طريقه إلى مقدمة هذا الشوط. المركز الرابع مستمعينا الأفاضل حفلنا الكريم لحظات لنتعرف عليه، رقم المركز الرابع والواصل أيضا عساف لسعيد بن محمد النابت، يتقدم شعار السومالي على المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس من هناك شعار بن فهيدان أيضا أراه يتقدم من الجانب الأيمن، واصل لا محالة مع اندفاعة اللي هو داهل للسيد عبد الله بن سعيد آل بحيح، يتقدم مع داهل على مستوى المركز الخامس. هذه مشاهدينا الكرام الخمسة المراكز الأولى، ولكن العودة إلى البداية وإلى صدارة هذا الشوط وإلى التغيير الذي طرى وجرى على المقدمة مع اندفاع الحذر لحمد بن ناصر بن هدوان، يتقدم مع الحذر على الصدارة وعلى المركز الأول، ولكن التغيير يأتي أيضا من أيضا صاحب المركز الثاني الفايز. وصل الفايز وتقدم حمد بن جار الله البريدي، والمركز الثالث حطاب قادم لناصر بن عبد الله الكواري. رابع المراكز مستمعينا الأفاضل هذا هو داهل عبد الله بن سعيد بن فهيدان. المركز الخامس، المركز الخامس القادم والمنطلق باهي لصقر بن عيسى ولا صقر بن علي المريخي، وأيضا دخول جديد واقتحام من قبل نمر لعتيق بن حمد البريدي، يصل مع نمر وينطلق معه على المركز الرابع، ولكن العودة إلى بداية هذا الشوط وإلى اندفاع حطاب. ناصر بن عبد الله الكواري ينطلق مع حطاب، لكن دير بالك من شعار بن هدوان واصل مع الحذر يبحث عن النقطة الثانية، يبحث عن النقطة الثانية بعد انتزاع النداوي لأحد الأشواط الماضية. ينطلق مع الحذر حمد بن ناصر بن هدوان. المركز الثالث، المركز الثالث الفايز حمد بن جار الله البريدي، ينطلق مع الفايز أيضا صاحب نقطة في هذا الصباح ويبحث عن ثاني النقاط. المركز الرابع المتقدم أيضا نمر عتيق بن حمد البريدي، والمركز الخامس الواصل والمطلق أيضا ناصي علي بن محمد بن خديعة، ينطلق مع ناصي مع أول إذاعة لناصي علي بن محمد بن خديعة، يصل ويندفع مع ناصي على المركز الخامس، ولكن العودة إلى حطاب، العودة إلى حطاب وإلى الحذر حمد بن ناصر بن هدوان وأيضا ناصر بن عبد الله الكواري مع المركز الأول، لا يزال يتشبث بصدارة هذا الشوط بهذا الشكل الممتاز والشعار الأميز شعار الكواري، ينطلق مع الصدارة. دير بالك من الحذر وأيضا من شعار بريد الواصل مع الفايز قادم لا محالة حمد بن جار الله البريدي، وأيضا الواصل شوف شعار البريدي الآخر واصل مع نمر عتيق بن حمد البريدي، والمركز الخامس، المركز الخامس شعار بن خديعة يصل وينطلق على صعيد المركز الخامس، ولكن خلاص الكيلومتر الأخير، الكيلو الأخير والصدارة مع الحذر، تغيرت أمور الصدارة مع اندفاع شعار بن هدوان حمد بن ناصر بن هدوان، ولكن عاد مرة أخرى، عاد هنالك حطاب ناصر بن عبد الله الكواري، والفايز واصل، الفايز قادم على المركز الثالث حمد بن جار الله البريدي. المركز الرابع، المركز الرابع نمر عتيق بن حمد البريد، والمركز الخامس شوف وتابع، اتحرك شعار بن خديعة مع
تقدمي واندفاعي أيضا. ناصي ناصي علي بن محمد بن خديعة، تحرك الجميع تحرك الجميع، انطلق بن هدوان وانطلق الفايز، انطلق الفايز. يا سلام، الحذر على الصدارة، الفايز على المركز الثاني شعار البريدي وشعار بن هدوان يقاتلون حتى الرمق الأخير في هذه المعركة الصعبة، معركة أشواط الحقائق. الصدارة مع أيضا شعار بن هدوان، ولكن الحذر لبريدي بجر الله أهل أبو سدرة اليوم 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 يحتفلون بالنواميس كما تابعناه في سن الحقائق الإنتاج، ينتزع أيضا سيارتين يعود مرة أخرى، لكن بن خديعة ناصي 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 غير إلى صدارة هذا الشوط. علي بن محمد بن خديعة يفترس الصدارة في الأمتار الأخيرة، المية متر الأخيرة، الفايز الفايز، ولكن ناصي ناصي والفايز، الفايز ناصي. يا سلام، النهاية نهاية البداية مع تقدم أيضا مع فوز الفايز بالمركز الأول. تهانينا والناموس للسيد حمد بن جار الله البريدي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني كان من نصيبي ناصي لعلي بن محمد بن خديعة، المركز الثالث صاهر لعلي بن جابر البريدي، المركز الرابع